القانون التنظيمي 111/14 متعلق بالجهاز مستخدم تقرير إخباري الأنشطة التي قامت بها في قطاع الاختصاصات المخولة لها من بين انحطاط الدورتين العاديتين السابقتين والحالية، وأخذ بعين الاعتبار على جدول أعمال الدورة فإنكم تجدون في الملف الموزع عليكم تقرير مفصل حول أنشطة هذه بين الدورتين. السيدات والسادة، السيد الوليد المحترم، حضرة السيدات والسادة، أيها الأخوة الكرام، تنعقد هذه الدورة في شهر يونيو 2020 بنصب جهتنا في سياق وطني موسوم بتسريع وتيرة إنجاز الأوراش والبرامج الحكومية المهيئة على مختلف المحاور الأصلية، وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولويات على مستوى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، لا سيما الأوراش المرتبطة بمؤسسة مراكز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار على أكثر من واجهة لخلق ركائز تنمية دائمة وعادلة، وكذا تدبير الماء والطاقة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا. ولا بد لنا كمجلس جهة أن نشيد بمجموعات إنجاز بمجموع الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الصدد، والتي ستعود محالا بالنفع على مواطني جهتنا وبلدنا. وعلى مستوى الجهة لابد أن نسجل ونحن على مشارف 6.5 ولاية انتدابية خلال شهر شتنبر المقبل لكل اعتزاز حصيلة العمل التي قمنا بها ونقوم بها وفق النهج التشاركي الذي اختاره وتوافقنا عليه منذ بداية هذه الولاية من أجل تحقيق الأهداف التي رسمناها جميعا والمتمثلة في تحقيق تنمية جهوية عادلة متوازنة ومستدامة. ولا بد من التأكيد في هذا الصدد على أن عملنا مبني على استحقاق الأدوار الدستورية المنوطة بالجهات باعتبارها تتولى مكتب الصدارة في الأعمال التنموية في المغرب الجديد، كما أنها تنبثق من رؤية استراتيجية لمسألة التنموية، وقد عبرنا على هذه القناعة وترجمناها فعلا في برنامج التنمية الجهوية في فترة 2022-2027، سواء من خلال استحضار الخصائص المجالية لجهتنا بطريقة علمية وواقعية، أو من خلال جرد الرهانات المرحلة في إطار السياق الدولي والوطني والمحلي، من أجل إعطاء داعي الجهة كل حظوظ النجاح على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. نحن فخورون بكون أهم محاور هذه البرامج أصبحت اليوم تتوفر على الإطارات التعاقدية اللازمة لإنجازها. إلى حدود الدورة الحالية أصبحت أغلب مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب عبر 201 اتفاقية بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم، وهو مما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية. أما على مستوى التنفيذي إذا نقف اليوم على أهمية ما نقوم به سواء على مستوى البنية التحتية أو المناطق الاقتصادية والصناعية أو التنمية القروية أو البيئية أو البيئة المستدامة أو الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهنا لابد أن أشير بنجاح المعرض الأخير الذي نظم بمدينة تطوان لفائدة التعاونيات النشيطة بجهتنا، والذي عرف نسبة كبيرة من الزيارات ومن ترويج منتجات المجالية ومنتجات الصناعة التقليدية والحرفية بجهة. واغتنم هذه الفرصة كذلك أنه هذا إشراف جيد للسيد نائب الرئيس ستوفيق بوش على تفاصيل هذا المعرض، والسيدات والسادة أعضاء المجلس الذين وكلوا فعالياته وللطاقم الإداري. ستكون الدورة المقبلة إن شاء الله مناسبة لتقديم حصيلة مع اشتغالنا عليه جميعا بكل مسؤولية وتفاؤل. ومن هذا المنبر لابد من استحضار الدور المهم الذي يقوم به السيد الولي المحترم من أجل مواكبة مجلس الجهة في مختلف هذه الأوراش، فله كل التحية والتقدير من خلال جميع السادة العمال وأطر وزارة الداخلية. السيدات والسادة، إننا اليوم نستبشر خيرا بإصدار سيد وزير الداخلية دولية تعقد البرنامج بين الجهة والدولة، ومن شأن هذا الإطار التعاقدي أن يساهم لا محالة في تسريع وتيرة التعاقد والإنجاز لمختلف المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية. ونحن كمكتب مسير وكفارق فرق ولجان بهذا المجلس نتطلع للعمل كما هو معهود بجانب ولاية الجهة ومع بقية الشركاء للوصول إلى النتائج المرتبة إن شاء الله.
السيد والي المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس الموقر، حضور فكيع. في إطار تحضير أشغال دورتنا هذه، عملنا كمكتب مسير على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع برنامج جهوي التنمية الطبيعية 2025، حيث تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع قطاعات حكومية معنية وتهم عدة قطاعات ومجالات كما يلي: مشاريع ذات واقع اجتماعي بهدف إدماج اقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي للشباب والمرأة والطفولة، مشاريع ذات بعد اقتصادي يهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض باقتصاد الجهوي، مشاريع مرتبط بتهيئة وهيكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية وغيرها، مشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنية التحتية للجهة، مشاريع تهم إحداث أسواق الجملة وأسواق النواشي والمجازر العسلية وتأهيل أسواق أسبوعية، مشاريع تهم المنهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي للجهة، من بين المشاريع التي نعتز بإخراجها إلى حيث الوجود في هذه الدورة صندوق دعم المقاولات وجهة استثمار إنعاش بالجهة نظيف، والذي يعد تجسيدا لإرادة المجلس في ممارسة الاختصاصات الذاتية في مجال التنمية الاقتصادية ودعم المقاولات، كما يعد مثلا يحتذى إلى عمل مشترك بين الفاعلين الجهويين. أقول الشكر لشركائنا في هذا المشروع وفي مقدماتهم ولاية جهة طنجة في قوان القسيمة وأخص الدكسي والجهة لدعمه الكبير وموكبته المتواصلة لإخراج هذا المشروع إلى حي الوجود، ومن خلال شكرنا الموصول كذلك لوزارة الداخلية التي لم تتخذ جهدا في دعم هذه التجربة بتوجيهاتها ومواكبتها البناء، والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة التنمية وإنعاش أقاليم الشمال دون أن ننسى الغرف المهنية وعموم الفاعلين الاقتصادي. ولا بد لنا في الأخير وليس آخرا أن ننويها بعضوات وأعضاء مجلس الموقع وفي مقدمتهم عضوات وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن وأعضائها ورؤساء الفرق على العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي بذلوه لإعداد الجيد لهذه الدورة، دون أن ننسى توجيه شكر لفريق العمل الإداري الذي يبذل خسارة جهده لمواكبة عمل المجلس وتجويد عمله. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.